كان ما يتعلق ب 2 مليون دولار دخلوا حساب مجلة النادي الأهلي. نعم. وقدم بلاغ فيها بهذا او بهذه القيمة. القصة ايه بالظبط؟ اولا عشان برضو اوضح لحضرتك ولكل المشاهدين، حساب مجلة الأهلي هو حساب مراقب بيظهر في القوائم المالية للنادي وبيعرض احد الحسابات البنكية العمومية. وإن النيابة العامة اطلعت على هذا الرقم وظهر في حساب المجلة، ثم بعد شهرين أو ثلاثة عاد إلى حسابات النادي وتتبعته اللجنة في كل الدفاتر ودورته المالية والمحاسبية حتى اختلط وامتزج بأموال النادي بصورة يصعب فصلها. ففكرة إن المبلغ ده تم تحويله للمجلة، إحنا في وقت ما كان عندنا مشكلة مع شركة ميسك وكانت استصدرت حكم بالتعويض ضد النادي الأهلي. احنا عندنا كل عدد من حسابات النادي في العديد من البنوك، تحسبا انه يتم الحجز على الأرصدة في هذا الوقت واحنا عندنا التزامات وعندنا رواتب، فكان اقتراح انها تحول على حساب المجلة. احنا في هذه القضية قدمت شهادات رسمية ان بداية تأسيس هذه المجلة 74 مارس 74. ايوه. على فكره البلاغ بتاع المجله ده انت متقدم فيك ثلاث بلاغات داخل انا في الموضوع. طبعا اسمك مكتوب. طيب قول لي يعني اكملها لحضرتك. النيابه طلبت تعرف طبيعه هذا الحساب. احنا جبنا قدمنا شهاده من مجلس اعلى للصحافه. اما كانت المجله تصدر بتصريح من مجلس اعلى الصحافه قبل الهيئه الوطنيه للاعلام، يعني انها وحسابها في البنك رسمي معتمد مراقب بيظهر في قوائم النادي الماليه وبيعرض على الجمعيه العموميه، وبالتالي حساب مجله النادي الاهلي هو احد الحسابات الفرعيه للنادي الاهلي، البنكيه المراقبه المعتمده للنادي الاهلي. فهو يعتبر هو حساب فرعي من حسابات النادي الاهلي وتحت الرقابه، والنيابه العامه نيابه الاموال العامه العليا بتحقيقاتها تاكدت من هذه التفاصيل. في ملاحظه